مساء الفل، سنة سعيدة عليكم وعلى كل أحبابكم. النهاردة يوم 31، هنتكلم عن لما تظبط مودها من ألبوم مكانك لعمرو دياب. ولو تاخدوا بالكم، يعني بصوا، أنا في دبي في البيت، ورايا أو يعني أول يمين قدام هتلاقي على طول حفلة عمرو دياب النهاردة. يعني أنا بيني وبينه حاجات بسيطة، ولكن أنا هنا، يعني خليها هنا نحل الألبوم واحتفل براس السنة. الأغنية اللي بقول ليه ما كانش فيه حاجة تانية. بمعنى إيه؟ لما تظبط مودها أغنية حلوة لذيذة، حلوة على فكرة، توزيعها حلوة، توزيعها عجبني قوي، توزيعها تحس إن دمه خفيف كده، يعني توزيعها من الحاجات اللي تحس إن هي ماتشة قوي مع الكلام، والسولوهات بتاعتها تحس إن هي أغنية دمها خفيف، ماشي؟ ولكن أنا عندي بهاء الدين محمد. انا رايح، معلش، مع انا اسف للتشبيهات، ولكن انا هديكوا الشبه كده بالبلدي، ماشي؟ انا رايح قصر الكبابجي، ليه اروح اخد منه سلطه خضراء وعيش؟ ما في في طرب، في سجق، في كباب، في مش عارف ايه، يعني ليه ما اخدش من بهاء حاجه دراما؟ ليه ما اخدش من بهاء زي حاجه زي تنسى واحده وهي عامله ايه دلوقتي؟ الحاجات اللي فيها حكايات وهو مبدع فيها، وفي كيمياء بين عمرو دياب وبهاء الدين محمد غير عاديه على فكره. كان نفسي يكون في اغنيه تانية لبهاء الدين محمد غير دي، يعني انا بشوف مع كل الاحترام اغنيه حلوه ده ما خفي زي ما قلت، بس اغنيه سنجل كلام احلى. يعني سنجل جديده خالص بقى. ولكن هي اغنيه في الالبوم، اغنيه البوم مش اغنيه سنجل، انا من وجهه نظري، يعني اغنيه تنزل في البوم تكون مكمله لاغاني تانية باشكال موسيقيه تانية بحواديت تانية حلوه. لكن تنزل سنجل تنزل لوحدها كده ما اظنش انها تبقى حاجه موفقه. زي ما قلت لكم، الاغنيه انا بحب اسمعها، بحب اسمع توزيعها، يمكن اكتر حاجه الاغنيه كلمات بهاء الدين محمد، الحان محمد يحيى، توزيع عادل حقي. اجمل ما في الاغنيه ترتيب، انا بالنسبه لي التوزيع، الكلام واللحن مع بعض، بس التوزيع وداها في حته ثانيه، وانا ده حبه بصراحه. ده اللي كان عندي. قولوا ايه رايكم لما تظبط مودها، وهل انا عندي حق في حته ان انت عندك بهاء الدين محمد، ليه ما ناخدوش في تنوع باغاني بشكل تاني؟ وانت عندك برضو شعرة جامدين جدا زي ايمن بهجت قمر، وزي طبعا تامر حسين. تامر حسين عامل له اغاني كتير ومنوعه، وفي حاجات دراما مكانك، وهنتكلم في الحاجات دي في الفيديوهات الجايه. انا بس النهارده راس سنه، وفي فيديو تاني عامله لكم في راس سنه طالع بالبلوفر بتاع راس السنه، يعني كريسماس بقى والدنيا حلوه. ده اللي كان عندي النهارده، اشوفكم في فيديو جديد ممكن كمان شوية، وقولوا لي الفيديو الجاي عايزيني أتكلم على أغنية إيه. سلام.